سدنا من هذا القطاع هذه سنة 1994 وإلى يومنا هذا مازال القطاع حبر على ورق. راني هنا مع الجماعة المستفيدين من تجزئة تاع 142 بتمسليت، يعني من سنة 1994 وحنا نستناو في هذا التسوية تاع القطعة هذه. عين طويلة من هي التجزئة تاعهم 92 قطعة تسوات والمواطنين بناو وخلصوا، وهنا مازلنا إلى يومنا هذا. يعني وين عيينا وكرهنا هذه التجزئة هذه. جازو خلاهنا للعين الكبيرة في سنة 2010 وطرحنا له في أول زيارة لهنا العين الكبيرة طرحنا الإشكال معاه، مشات هذه تاع عين طويلة كتب لها ربي وحنا فرحنا لهم. بصح حنا مازلنا في بيت القصيد مازلنا قاعدين نعاني وفي صمت. تحصلنا عليها عن طريق مداولة في البلدية وديناها على الوكالة العقارية، ومن بعد وقع فيها أن القطاع هذيك استولوا عليها وزرعوها قمح وحصدوها، ودوكا فيها الزيتون وفيها ويتقرا زيد الأرض هذه اعتدوا عليها. ناس جاوا ناس برانيين راهم يزرعوا في الزيتون يزرعوا في, 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 في القمح، روحوا الوكالة العقارية المدير يقول لنا أنني في المحكم. الشيء اللي نأكد عليه السيد هذا ما يحتاج يقولوا بلي رانا معاه في القضاء على السجور وكذا وكذا. النهار يبدا يحفر في الحفر باش ياخذ السجور ودار الزرب تاعو. عندنا الجمعية اتصلت بالبلدية واتصلت بالوكالة العقارية بلي السيد هذا وياخذ السجور ويدير. علاه ما وقفوهش في هذاك النهار؟ كاينين إجراءات يديروها ويوقفوه ما يخليوش يغرس، عنده عامين من اللي غرسهم. واليوم يقولوا احنا معاه في القضاء وحنا ما يعنيناش. احنا يعنينا الاستفادة تاعنا. يديروا النحل. يديروا لنا حل يعطونا القطع الارضيه نتاعنا، والله يزعكونا قال روحوا تموتوا كيما ماتوا اللي قبلنا وخلاص. اليوم جينا للوكاله العقاريه نشوفوا القضيه تاعنا هذه وين عدت. راهم يقولوا باللي عندنا حكم ولازمنا ننفذوا، والتنفيذ هذا هو مازال ما على بالناش وراها وصل القضيه. كاين اعتداء على القطعه هذه. هو يقول لك الان رانا عندنا حكم تنفيذي ونستناو في اللوسي باش يخرج ينفذ. وقت ينفذ اللوسي هذا ما فهمناش وقت ينفذ اللوسي. الاشكاليه راهي مع الوكاله العقاريه، هذه هي الممثله تاعنا. الاشكاليه يقول لك باللي رانا اللوسي راه يخرج باش ينفذ السيد هذا ونسويوكم. رانا نطالبوا في حقنا اليوم يبينوا لنا الحق تاعنا هذا، وما احناش رايحين نحبسونا في الوكاله العقاريه، رايحين نمشيو جميع السلطات جميع الابواب نطرقوها حتى رئيس الجمهوريه باش نجيبوا الحق تاعنا بربي ان شاء الله. رانا عيينا النهار الاول كنا احنا اللي محتاجين. اليوم هاو بابانا احمد اللي هنا هو محتاج ولادو زوج رجاله اللي هنا هام دور له اللي هنا هام بربع اولاد ما عندهم لا ساكن لا والو. سيدي ما كان والو يعطيو غير الاولاد هذو، احنا ما تعطيوناش. احنا مدوا لولادنا احنا ما تعطيوناش. احنا درك ما احناش احنا اللي محتاجين، اولادنا محتاجين عطيو لولادنا. مستفاد بابا راك تشوف لا سكنه لا والو، تجي دير الدوسي تاع السكنه، تجي دير الدوسي تاع السكنه يقولوا لي باللي بويك مستفاد. فاحنا ما كان لا سكنه لا والو. درك انايا ها بني راك تشوف فيه وانا ما كان والو. بابا ما استفادش، يا بالك يا انا هذا وبني ما كان والو. 28 سنه وحنا نستناو ما كان والو. حنا وين نروحوا؟ انا مثلا بصفتي كمعلم رحت لجميع صيغ استفدت من ساكن تاع لافان بوس. في اخر لحظه ينحيوني من لافان بوس يقولوا لي انت راك مستفيد من التجزئه نتاع 142. دوك انا في عمري 60 سنه والصيغه اللي نروح ليها يقولوا لي انت راك مستفيد. وراني مستفيد ما كان والو. انا بحد ذاتي درت دوسي تاع سكنه ما كانش، نجي ندير حوايج هكذا باه نستفاد من الدوله ما عطاونا والو. باسكو شيخ بابا يقول لك باللي عنده باليوم استفاد من الارض هذه تاع 142 قطعه حي تمسليت. نطلبوا من الوالي، نطلبوا من مشرف دائره، نطلبوا من المير، نطلبوا من المدير تاع الوكاله العقاريه هذه يشوفوا لنا حل. هذا احنا نوجهوا النداء تاعنا جميع السلطات، رئيس البلديه، رئيس الدائره، الوالي، جميع مسؤول باش يتصلنا نفريوا هذا المشكل هذا. الناس كاينين اللي راهم ماتوا يا جماعه. ها وراه سيد، وراه هذا ولد خالد غجاتي، وراه ولدها وبيوت توفى رواه قدام لهنا، ها وتوفى لهنا ولد عمي الطار لهنا وبلاني لهنا، توفى والديهم باسمهم الى ان مات. ها وش يدفنونا يزيدوا يدفنونا احنا، يديروها لنا مقبره نروحوا نموتوا فيها يدفنوها لنا وخلاص وصلها تم. ما يخص هذه التجزئة هذه أنشئ 142 قطعة أنجزت كتجزئة اجتماعية في التسعينات، ولو من هذا كانت عندنا عراقيل هي عراقيل مادية بحتة، كانت عندها سيبونسيون
وبعد مدة ما كانش لا سيبونسيون ما كفاتناش، خدمنا بها سولمون لي تيراسمون، ميم با لي تيراسمون، لو ديكاباج. ومن بعد حبست القضيه، ما عندناش منين نخدموا هذا. بعد مده يعني بدينا رايحين نحيوا هذا التجزئه، لقينا فيها عراقيل انه مواطنين دخلوا لنا في القطعه. من بين هذو المواطنين راح انشانا هونغار على بناء على مستوى القطعة، ودرنا أشجار مثمرة بحكم أنه يقول بلي عندنا مستثمرة، احنا مستثمرة في دحية. بعد المعاينة وذاك لقينا بلي هذو ما يسالوا والو، وعندنا الحكم، عندنا الحكم القضائي بزلة الهونغار، وعندنا الحكم الأول كان أصدره في 2015 ورحنا ننفذوه، ما جاناش الخبير باش نديروا الحدود وين نكسروا له هذا البلوك تاعو اللي داروا. زدنا عندنا حكم اخر ورانا ننتظروا في تنفيذ الحكم، تنفيذ على مستوى الويسي جيسيس بوغرن. انا نستناو باش ننفذوا الحكم. اما عندنا ثاني القضيه مع درنا المستثمره، ورحنا معاه للمحكمه ورفضنا الخبره بانه ما يسال حتى قطعه في الكره ودار المستثمره، وبلغنا جميع السلطات المحليه على مستوى البلديه وذاك باش ياخذوا الاجراءات القانونيه، كيفاه السيد يروح يحط الشجر قدام مرء الجميع، واحد ما هدر معاه. احنا كوكاله احنا اللي رانا نتبعوا في القضيه من نهار بدات الى يومنا هذا، رانا نجريو باش ننفذوا الحكم. وبالتنسيق مع مديريه املاك الدوله قال لك انا ما نقدرش ندير لكم العقد والناس داخل القطعه كيف هنا، وهذا يصدرنا اشكال كبير. دونك حتى نخرجوا هذا الانسان اللي راه متعدي على القطعه باش نقدروا نخرجوا العقد جلوبال للقطعه، ل 142 قطعه، ونديروا رخصه التجزئه ونمدوها للمواطنين، وراهم تحت يعني راهم حقوقهم محفوظه. اما فيما يخص عراقيل، هي عراقيل ماهيش يعني سانو ديباس باسكو التجزئه انا قلت لك من الاول راهي كانت تجزئه اجتماعيه، وما خدمناش، خدمنا غير لو ديكاباج برك، كانت سيبونسيون ميم با تاع 700 مليون، ما خدمتناش العمليه. ومن ذلك الوقت ما عندناش سوارد باش نخدموها، ما نقدروش نتكفلوا بجزئه اجتماعيه، احنا نستناو سوارد باش يمدوا لنا، ما مدوناش. منين نجيبوا احنا باش نخدموا تجزئه اجتماعيه؟ والمواطنين كانوا ما مش على بالهم بها. دوك رانا رايحين نحيوها ونخدموها ان شاء الله، والقضيه في القضاء، انا دوك نتبعوا الامور القضائيه والطرق القانونيه باش نخرجوا الناس هذو من القطعه ونفصلوها مع مدير املاك الدوله، ونديروا رخصه التجزئه ونعاودوا نسلموها للمواطنين. من 142 قطعه نمدوها ل 142 مستفيد.